تمر القضية الفلسطينية بمنهتف خطير جراء الهدوء الإسرائيلي على غزة وما خلفه من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين. وانطلاقا من التزام جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس وبموازاة مع الدعم الإنساني، فقد دعا جلالته في غير مناسبة إلى التحرك جماعيا كل من موقعه للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار وإيصال المساعدات بانسيابية وبكمية كافية لساكنة غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. إن ما يجري في غزة بالإضافة إلى انعكاساته الإنسانية الكارثية يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الإقليميين. إن ما يقع في غزة لا يمكن قبوله أو السكوت عنه، فعجز المجتمع الدولي له تكلفة باهظة. فهذا العجز هو الذي سمح للجيش الإسرائيلي بقصف مخيم يكتظ بأكثر من 100,000 نازح قرب مدينة رفح، مخلفا سقوط عشرات القتلى والجرحى في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. إن تقاعس المجتمع الدولي هو ما شجع السلطات الإسرائيلية على عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح. إن عجز المجتمع الدولي هو الذي أفضى أيضا إلى ضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وإلى فعل ما لا يقبله الضمير الإنساني. وفي هذا السياق فإننا نؤكد أن الصين بحكم مكانتها الوازنة في المنتظم الدولي وسياستها المتزنة والداعمة لمختلف القضايا العربية تعتبر شريكا موثوقا قادرا على لعب دور بناء من أجل المساعدة في التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين. لا يفوتنا هنا أن أثمن عاليا الخطوة الهامة التي أقدمت عليها بعض الدول الأوروبية مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما نعتبره تحركا مهما على طريق حل الدولتين كإطار لا محيد عنه في إقرار سلام دائم وشامل من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إذا متابعينا الكرام، بداية أنا تعمدت على أنني نبدأ لكم الفيديو بهذا التصريح ديال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. هذا التصريحات التي كانت اليوم في بكين في الصين خلال المؤتمر العربي الصيني. وكما سمعتم متابعينا الكرام، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان يتحدث عن القضية الفلسطينية وآخر التطورات في قطاع غزة التي وصلت لمرحلة غير مسبوقة من الإبادة ومن المجازر ومن أعمال القتل و استهداف لمخيمات النازحين. مؤخرا كان هناك قصف مباشر على مخيمات للنازحين، وبطبيعة الحال هذه المسألة لا يمكن السكوت عنها ولا يمكن تجاهلها، لأن إسرائيل تمادت جدا في هذه العملية العسكرية ديالها في قطاع غزة. وبطبيعة الحال رأس الحربة ديال ما يحدث في قطاع غزة هو نتنياهو، هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اللي كرفض صفقات تبادل الأسرى وكرفض على انه يكون هناك تكون هناك هدنه ولا تكون هناك اتفاق لوقف هذه الحرب ووقف هذه المجازر. وحتى اصدقاء نتنياهو داخل الحكومه الاسرائيليه ينقلبون عليه. فهذا المكلخ ديال نتنياهو قال لك سيدي، اليوم مشى دار مقابله صحفيه مع احد القنوات الفرنسيه، اليوم هادشي في المساء، التصريحات ديال بوريطة كانت الصباح، نتنياهو خرج في المساء وعرض واحد الخريطة اللي فيها خريطة المغرب مقسومة. وهذه المسألة متعمدة، ليست يعني سهوان ولا غير مقصودة، لا، هذه مسألة متعمدة ومقصودة. هذا هما الأفعال ديال نتنياهو، هذه مسألة معروفة منذ سنوات، حتى في التعامل ديالو مع الإسرائيليين داخل الحكومة الإسرائيلية ولا داخل الشارع الإسرائيلي، هذا هو التعامل ديالو معهم. فمشى وبان بخريطة فيها خريطة يعني ديال الدول العربية وفيها خريطة ديال المملكة المغربية مقسومة، مع العلم أن إسرائيل كانت قد اعترفت بمغربية الصحراء وفرضت المسألة على كل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية. فإذا به كيخرج نتنياهو اليوم بخريطة المغرب مقسومة باش يرد على التصريحات ديال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اللي هي في الأصل تصريحات ليست بجديدة، هي تصريحات أو الموقف يعني يعكس الموقف ديال المغرب منذ أشهر. الموقف ديال المغرب منذ أشهر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كان واضح جدا، فيما يتعلق بالحرب في غزة كان واضح جدا، ونفس السياق ونفس طريقة الكلام ونفس المسائل كان كيتكلم بها المغرب. فنتنياهو الآن هناك اتهامات له في مواقع التواصل الاجتماعي
ألقيت نظرة على الإسرائيليين وما يقولونه في مواقع التواصل الاجتماعي، يقولون له بصريح العبارة خربت العلاقات ديال إسرائيل مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني دخلت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في أزمة. الآن وطسي صداع مع المغرب ببتر خريطة المملكة المغربية، وانت يلا هذه أشهر قليلة باش اعترفتي بمغربية الصحراء. فهناك انتقادات لادعة لهذا الشخص، أنا أعتبره فاشل سياسيا وانتهى سياسيا. علاش؟ لأن الآن على ما أظن بيني غانتس اللي هو وزير الدفاع السابق ومجموعة من المقربين اللي كانوا مع نتنياهو في حكومة الحرب ديالو، الآن يهددونه، أعطاوه مهلة، قالوا له عندك أسبوعين أو ثلاث أسابيع على ما أعتقد، يا إما أنك توصل لصفقة مع الفلسطينيين حول تبادل الأسرى وتشوف مخرج لهذه الحرب، يا إما غادي نقلبوا عليك وغادي نديروا لك وغادي نفعلوا لك وغادي نحيدوا كرئيس للوزراء، وغادي تكون هناك ممكن انتخابات مبكرة، ولا غادي ينصبوا شي واحد آخر بديلا له كرئيس للوزراء. فكل هذه الأفعال اللي كيقوم بها نتنياهو هي تضر بالمصالح ديال إسرائيل وتضر بالعلاقات الدبلوماسية ديال إسرائيل خصوصا مع الدول العربية. وهذه المسألة ليس فقط مع المغرب، وإنما يقوم بهذه الأفعال حتى مع دول المنطقة من الدول العربية، بل حتى أنه دخل في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تكرر قصف النازحين وقصف الفلسطينيين واستهداف الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء وما إلى ذلك. وهذه المشاهد وهذه الأفعال لا يمكن السكوت عنها بأي شكل من الأشكال، والمغرب لم يسكت عن هذه الأفعال، وكان واضحا منذ بداية هذه الحرب حول ما يتعلق باستهداف المدنيين واستهداف الفلسطينيين في غزة. وإن كان يظن نتنياهو على أنه يقسم خريطة المغرب، فرحنا غادي نتراجع على المواقف ديالنا، ولا غادي يعني نبدلوا اللغة ديالنا في الخطاب الدبلوماسي، فهو واهم. هذه المسألة ما قدرتش لا ألمانيا ولا فرنسا ولا إسبانيا ولا دول أوروبية على أنها تديرها معنا، فما بالكم بإسرائيل اللي هي موجودة في الشرق الأوسط. هذا اللغة لا تنفع مع المغرب، ولن تنفع مع المغرب لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد. فبالتالي نتنياهو ارتكب خطأ جسيم جدا، بل ارتكب عديد من الأخطاء، ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وإنما حتى في هذه الحرب يعني جالس غير كيدبز ويتحرك عشوائيا وما عرفش راسو شنو خصو يدير وشنو غادي يدير غدا، وكيطلق العديد من الأكاذيب للشارع الإسرائيلي باش يحاول يهدي الشارع الإسرائيلي اللي هما أصلا كيخرجوا وكيطالبوا باش انه يتم الاقاله ديال نتنياهو. نتنياهو اصلا متابع في المحاكم وكانت عليه دعاوي قضائيه، فبالتالي هو باغي على انه يستمر في هذه الحرب وان كانت بدون مخرج، باش انه يتجنب المحاكمه ويتجنب انه يمشي للقضاء ومجموعه من الامور الاخرى. فهذه المساله متابعينا الكرام بالنسبه اليها كانت متوقعه، ليست بالامر الجديد، كانت متوقعه انه يخرج يدير هذا الفعل، خصوصا بعد التصريحات المتكرره ديال الدبلوماسيه المغربيه حول الجرائم التي تحدث في غزه. اعتقد انا حسب الظن ديالي على ان نتنياهو المسيره السياسيه ديالو انتهت، واظن واعتقد على انه في قادم الاسابيع قد يتم تنصيب شخص اخر مكان نتنياهو، او يتم اجراء انتخابات مبكره، وهذا الأمر مستبعد أنهم يديروا انتخابات مبكرة لأنهم في حالة حرب. فأعتقد أن من يمكن أن يخلف نتنياهو حاليا هو إما بيني غانتس اللي هو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يا إما لبيد، وهذا الشخصين المواقف ديالهم متزنة نوعا ما، ماشي متطرفة مثل نتنياهو. هم يبحثون عن صفقة لتبادل الأسرى وإيقاف هذه الحرب، لأن هذه الحرب راه ويل على كل دول المنطقة، ليس فقط الفلسطينيين ولا حتى إسرائيل ولا بل حتى كل دول المنطقة. مصر تعاني، وما كتشوف شنو واقع في باب المندب واستهداف للسفن التجارية، فانخفضت الواردات ديال يعني العملة الصعبة من قناة السويس، السفن مابقاش كيدوزو من قناة السويس. الأردن ديك النهار كانوا باغيين يجروها الحرب، انتم شفتوا ما بين إيران وإسرائيل، وأردن جات في الوسط والصواريخ ديال إيران كيطيحوا في الأردن، ويعني مجموعة لبنان كذلك حدث ولا حرج، ومجموعة من الدول الأخرى في المنطقة التي تعاني من هذه الحرب. ونحن ما نتمنى أن تتوقف هذه الحرب في أقرب وقت، لأنها حرب مدمرة، حرب كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ورسالة أخيرة لهذا الأحمق نتنياهو، سواء قسمت الخريطة ولا ما قسمتهاش، نحن في المغرب
في صحرائنا، وهذه الافعال لن تحركنا فينا ولا المواقف ديالنا اي شيء، ولا من المواقف الدبلوماسيه اي المغربيه اي شيء. سبق وحاولت دول اوروبيه عديده ان تتجه لنفس الافعال ضد المغرب من اجل ان تضغط على المغرب وما الى ذلك، ولم تنجح. وبالتالي هذه الافعال لن تفيد مع المغرب شيء. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم على المزيد من التفاصيل.